السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة. نناقش فيها استمرار الاحتلال ارتكاب مجازر في قطاع غزة والمواقف الفلسطينية والدولية تجاه العملية العسكرية للاحتلال على رفح وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية هي الأسوأ منذ بداية الحرب. ينضم معنا أو سيكون معنا عبر زوم من عمان المستشار السابق في الأمم المتحدة الدكتور ماجد الزبيدي، وعبر الهاتف سيكون معنا من عمان رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج الدكتور ربحي حلوم. كذلك معنا من الهاتف من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات الأستاذ باسل حفار. فاصل قصير ونبدأ معكم ومع ضيوفنا الكرام هذه التغطية مشاهدينا. نرحب بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة من قناة الرافدين في اليوم 27 بعد 100 للعدوان الصهيوني على قطاع غزة. نرحب بالأستاذ باسل حفار رئيس مركز إدراك للدراسات معنا من إسطنبول. السلام عليكم. عفوا، معنا الدكتور ماجد الزبيدي المستشار السابق في الأمم المتحدة. دكتور ماجد السلام عليكم. سلام الإكرام، أهلا وسهلا. أهلا بكم دكتور. يعني في الأوضاع التي تعيشها غزة بعد 127 يوم من بداية الاحتلال، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعلن العثور على سيارة إسعاف قصفتها قوات الاحتلال وكان بداخلها 2 من طواقم الإسعاف، كانوا قد توجهوا لإنقاذ الطفلة المدعاة هند رجب قبل 12 يوما. كيف تقرؤون أو كيف تقرأ هذه المؤسسات الأممية هذا الخبر في ظل قرار محكمة العدل الدولية ومطالبات هذا الاحتلال بوقف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة منذ 4 أشهر ودخلنا الشهر الخامس؟ الواقع أنني شخصيا أرشح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والطواقم الطبية في قطاع غزة لنيل جائزة نوبل للجهودات الجبارة التي تقوم بها وما تزال. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، فإن استهداف سيارة الإسعاف الفلسطيني وهي الآن هذه الرقم يمكن 145 أو 123، وإضافة إلى قتل أكثر من 200 من الكادر الصحي والطبي واعتقال العشرات منهم، هذا يعني أن حكومة اليمين النازي الحاكمة في تل أبيب لا تأبه بالقرارات الدولية ولا تحترم المنظمات الدولية ولا محكمة العدل الدولية ولا إجراءاتها وأوامرها وطلباتها الأخيرة من هذه الحكومة. هذا يعني أن حكومة اليمين الفاشي في تل أبيب للأسف الشديد لا تكترث للأرواح العربية ولا للدم العربي ولا للإنسان الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك بسبب ضعف الموقف السياسي العربي الذي لم يضغط على هذه الحكومة اليمينية بالعلاقات الدبلوماسية، وهو أضعف الإيمان للأسف الشديد، وهذا أيضا تعبير عن الخسائر الكبيرة التي لحقت في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية جراء المقاومة الباسلة وغير المسبوقة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. نشرك معنا أيضا في هذه الساعة مشاهدينا الأستاذ باسل حفار رئيس مركز إدراك للدراسات معنا من إسطنبول. أستاذ باسل مساء الخير. حياكم الله، تحية لكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بكم. كيف تقرؤون الموقف الأمريكي الحالي تجاه المفاوضات والعمليات المرتقبة في رفح؟ هل يمكن التعويل على الموقف الأمريكي وخصوصا أن إسرائيل لم تعد تسمع لأي أحد؟ نعم، الحقيقة الولايات المتحدة من الساعات الأولى لمعارك في غزة زجت بكمية كبيرة من القوة العسكرية في الشرق المتوسط ومارست دورا دبلوماسيا داعما للكيان الصهيوني بشكل واضح، من زيارة بايدن إلى زيارة المسؤولين الآخرين إلى تخصيص مبالغ مالية سريعة عادلة لدعم الاحتلال الإسرائيلي إلى الوقوف بمختلف أشكال الدعم المعنوي والمادي إلى جانب من طرف الإدارة الأمريكية إلى جانب الكيان الصهيوني.
بالتالي لا يمكن التعويل كثيرا عن الدور الامريكي في المنطقه، وخصوصا في مساله تهدئه الحرب، باعتبار انه في الاساس ينطلق من ارضيه داعمه لاهداف الاحتلال وللاحتلال الصهيوني، ويعني تدور المفاوضات والاختلافات بين الاداره الامريكيه وبين الاسرائيليين حول نوعيه المقاربه التي يود الاسرائيليون المضي بها، وحول حجم او طريقه الاخراج المتعلق بطريقه يعني التقدم عسكريا على الارض في غزه او في فلسطين. يعني بشكل او باخر الولايات المتحده لا تظهر الى الان جديه حقيقيه في وقف الاحتلال عند حده، ولكنها تناور حول شكل التغطيه على جرائم الاحتلال والطريقه التي يتم اخراج هذا المشهد فيها. يعني الولايات المتحده تضغط باتجاه ان يكون مسائل او الامور تاخذ طابعا اكثر دبلوماسيه بشكل او باخر، لكنها لا تقدم مقاربه مختلفه كثيرا عن مقاربه الاحتلال. نعم. ايضا معنا في هذه الساعه من عمان رئيس لجنه العلاقات الدوليه في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج الدكتور ربحي حلوم. مساء الخير دكتور ربحي. مساء النور، اهلا بكم اخي الكريم. حياكم الله دكتور ربحي. يعني نتنياهو يصادق على عمليه عسكريه في رفح وانباء على وجود خلافات مع قيادات داخل الجيش، هل ترى بالفعل ان نتنياهو قادر على المضي بهذه الحرب رغم كل المعوقات والتحذيرات الخارجيه والداخليه التي تواجهه لاسابيع؟ اخي الكريم، نتنياهو معني بشيء واحد، معني ببقائه هو وبتمديد فتره صلاحياته الى اقصى امد ممكن. نعم. سواء من خلال الحرب، من خلال القتل، من خلال التدمير، هو معني فقط بمستقبله خلال الأشهر القادمة لتمديد صلاحياته لأقصى قدر ممكن. ولذلك الخلافات مستعرة بينه وبين كل من جانتس ومن جالانت وزيراي والدفاع وقائد الجيش ووزير الدفاع، فكلاهما يدركان ذلك ويحاولان ألا يقحمهما نتنياهو في حرب بغير إرادتهما وبغير قرارهما. نعم. وهذه الخلافات يبدو أن يعني نتنياهو ماض في رؤيته، ويبدو أن صوته يحاول أن يفرض نفسه على الآخرين بهدف كما قلت تمديد ولايته لأقصى قدر ممكن، خاصة وهو الآن في آخر أيام له أو في آخر أسابيع له، يحاول تمديد هذه الأسابيع إلى أقصى قدر ممكن من خلال فرض الحرب واستمرار الحرب وإعلان الحرب والقتل والتدمير، سميها ما شئت. ولكن هل سيبقى نتنياهو مصر على المضي في كل قراراته التي تقابل بمعارضة داخل الحكومة وحتى المؤسسة العسكرية دكتور ربحي؟ نعم، كما تفضلت معارضة شديدة، لكن يبدو أن صوته هو الغالب من خلال الأوراق التي يلعب بها أن يعني يحاول الإيحاء أنه في محيط يستهدف إبادة دولته، وبالتالي هو يعمل من أجل البقاء، من أجل ما يسمى بالدولة، هو المسمى إسرائيل بين قوسين. ويبدو أنه ومن ناحية أخرى هو يواجه أزمة من حيث الأسرى أو الرهائن الموجودين لدى المقاومة البطولية الفلسطينية في قطاع غزة، ولا يستطيع يعني مواجهة هذه الأزمة ويهرب منها من خلال إعلان الحرب والبقاء في حالة دائمة سواء على رفح أو غير رفح، وبالتالي هو يهدد الآن. لكن للأسف الشديد دعني أقول هو يفعل ذلك بتوافق تام مع زعيم أكبر دولة عربية للأسف الشديد، مع السيسي في القاهرة بوضوح، قالها الاثنان أنهما ينسقان في كافة الأمور على تواصل دائم وتنسيق مستمر
وخاصة فيما يتعلق بما يجري في رفح أو على مشارف رفح. نعم. طيب هنا أيضا دكتور ماجد، بما يتعلق برفح وكما ذكر دكتور ربحي، ما هي الخيارات اليوم أمام الفلسطينيين في رفح في ظل إصرار الاحتلال على المضي بعملية عسكرية؟ يعني هل يكفي مجرد الرفض المصري لتهجير الفلسطيني اليوم؟ إسرائيل منذ البداية وضعت خارطة لعمليات القصف المستمرة في قطاع غزة، بدأت من الشمال ثم إلى الوسط وإلى الجنوب، وأعطتهم مسار للتهجير، وصلوا إلى رفح اليوم مدخمة بمئات الآلاف من النازحين، واليوم تتعرض أو من الممكن أن تتعرض إلى عملية عسكرية. ما خيارات الفلسطينيين؟ ليس هناك من خيار سوى الصمود وسوى القتال من مسافة صفر، لأن دكتاتورية الجغرافيا من جهة جنوب فلسطين للأسف الشديد منذ عام النكبة إلى الآن، وهي التي تحد من استقلال الفلسطينيين للأسف الشديد منذ العهد الملكي في مصر إلى العهد الجمهوري إلى الآن، دكتاتورية الجغرافيا هي التي تحاصر الفلسطينيين للأسف الشديد، رغم أن كل قطاع غزة هو تبعية مصرية حتى صبيحة الخامس من حزيران عام 1967 عندما استلم الجيش الإسرائيلي قطاع غزة كله أثر هزيمة الجيش المصري. وبالتالي فإن قطاع غزة أرضا وسكانا هو تبعية مصرية قبل أن يكون عامل الأشقاء والأخوة العربية والإسلامية، لكن هذا موضوع أخلاقي للأسف الشديد لا ينعم به الفلسطينيون. ليس هناك من حل سوى صمود الفلسطينيين، لكن علينا أن نلاحظ أن بنيامين نتنياهو في إعلانه أنه أوصى الجيش إعداد خطة خلال أسبوعين، أو كما قال لينكولن خلال أسبوعين قد نهاجم رفح، هو فيها جانب من الضغط السياسي على الولايات المتحدة الأمريكية وجانب من الضغط على قيادة المقاومة الفلسطينية من أجل التنازل في طلباتها. هذا من جهة. من جهة ثانية هناك بيان للحكومة الإسرائيلية يقول أن العملية قد تنطلق إذا ما سويت مسألة اللاجئين النازحين إلى رفح، بمعنى أن لا يمكن قيام عملية عسكرية برية في ضوء هذه المئات الآلاف من الذين أمرهم الجيش الإسرائيلي أن يتجهوا إلى رفح. ورفح كل 50 كيلومتر مربع، والمعبر معبر صلاح الدين أو معبر فيلادلفيا والاسم الحقيقي هو صلاح الدين 14 كيلو متر طولا وبعرض نصف كيلو متر، وهو يمس السيادة المصرية شئنا ما بينا. وبالتالي لابد من موقف عسكري مصري على رؤوس الإشهاد ليقول كفى، ولأن ذلك هو اعتداء أولا وأخيرا على السيادة المصرية، وهذا لا يجوز. وأنا كنا نأمل من الاجتماع التشاوري للوزراء العرب في الرياض بعد القمة العربية والإسلامية أن يتخذ موقفا من مسألة معبر رفح، وأن يكون من ضمنه مندوبين للإشراف على حركة المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية، ولكن ذلك للأسف لم يحدث على الإطلاق، وهذا أمر مؤسف. طيب أيضا أستاذ باسل، يعني في ضوء ما ذكر الدكتور ماجد الآن، منظمة العفو الدولية تقول أنه على المجتمع الدولي واجب التحرك لمنع الإبادة الجماعية في غزة، كما تؤكد العفو الدولية أن احتمال شن قوات الاحتلال عملية برية في مدينة رفح جنوب غزة ينذر بكارثة كبرى. لماذا؟ لأنه لا يوجد مكان في غزة يمكن للفلسطينيين الذهاب إليه، وتشدد أنهم يتعرضون إلى الإبادة الجماعية. بالتالي إذا العفو الدولية وكثير من المنظمات بل حتى الأمم المتحدة تؤكد أنه لا يوجد مكان آمن أو مكان يمكن أن يذهب إليه الفلسطينيون اليوم، ما السيناريو المتوقع إذا ما تم الهجوم على رفح أو بدأت العملية البرية؟ يعني نحن مثل يعني كما تفضلت حضرتك في الوصف والنقل عن المسؤولين الأمميين، نحن على أعتاب كارثة ضخمة جدا، يعني كارثة بالمعنى يعني من حيث حجم الضحايا وحجم الخسائر البشرية والمادية التي يمكن ترتب على هكذا خطوة، وكارثة من حيث
المفهوم نفسه الإنساني الذي تدنى إلى مستوى أن يتم محاصرة عدد ضخم من المدنيين في منطقة محدودة، ثم يتم يعني المبادرة إلى قتلهم بصورة وحشية أمام أعين الناس وأمام الكاميرات وبشكل صريح تحت وطأة أو مسمى انتصار دولة الاحتلال الإسرائيلي أو ما شابه أو 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 أو, أو, أو أي كان المبرر لهكذا خطوة وحشية. لذلك يعني كل المؤشرات الحالية تستدعي استنفار عالمي، ليس يعني لا يجب أن يكون شيئا بسيطا، لأننا أمام كما قلنا قبل قليل كارثة حقيقية على مختلف يعني بأي طريقة أردت أن تنظر إليها، من أي زاوية، من حيث المفهوم، من حيث الآلية، من حيث كم الضحايا، من حيث أي شيء، هي كارثة وتدني حقيقة كبير في ووسط عارفة جديدة إنسانية. أن يتم التعامل مع هذه القضية ومع هؤلاء الناس ومع ما يجري اليوم بالصمت، بالتخاذل، بالتراجع، بالسكوت على جرائم الاحتلال، والاكتفاء يعني كالعادة بالشعارات وتنديدات وبيانات وتصريحات وما إلى ذلك. لذلك يعني الآن هناك آمال كبيرة تعلق من يعني العديد من الأطراف الناشفة على أن يكون هناك تحرك دولي يحد من هذه الكارثة، يؤجلها، يؤخرها، يمنعها بشكل أو بآخر. لكن إلى الآن لا يبدو من خلال طبيعة المعطيات التي تأتي من المشهد أن هناك استجابة للتحركات الدولية، وأن التحركات الدولية أصلاً هي دون المأمول بكثير، سواء كانت تحركات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى القريب من فلسطين أو سواء على المستوى الدولي بشكل عام، بينما تتصاعد التصريحات الإسرائيلية وتتكثف الجهود الإسرائيلية العملية، يعني بمعنى أنها تتحدث اليوم عن خطط عملية وعن ساعة إطلاق العمليات وعن تحشيد عسكري وعن حشد سياسي في داخل إسرائيل لاتخاذ القرار، وتتحدث المسؤولين عن المضي بالعملية بشكل أكيد وما إلى ذلك. لذلك يعني هناك أيضا هو شاسعة بين الجهود التي تبذل لوقف هذه الكارثة أو لمنعها، وبين الجهود التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب هذه الجريمة. لذلك بقدر ما هناك ما يعني ما يؤمل بأن يعني يكون هناك سيناريو خروج من هذه الكارثة، لكن المعطيات الحقيقة تشير إلى أنه يعني هناك كارثة ضخمة نحن مقبلون عليها، ويعني الوقت ينفذ وهناك حاجة شديدة لاستنفار جهود لمنع هذه الكارثة من الحدوث. طيب، في هذا الإطار دكتور ربحي، وفي إطار عدم وجود سيناريوهات واضحة لما قد يحدث في رفح بعد رفض إسرائيل لكل المقترحات، يعني ما دلالات الرفض الصهيوني لرد حماس؟ الخارجية المصرية تتحدث عن محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، بأي اتجاه يعني تتجه عملية تصفية القضية الفلسطينية؟ أيضا إصرار إسرائيل على رفض كل رد حماس ومقترحات حماس ومطالبها، إلى أين ستذهب أو تؤدي بها العملية العسكرية أو البرية في رفح؟ أخي، كما قلت وأؤكد على ما قلت، أن نتنياهو معني فقط بتحقيق يعني مآربه وتمديد ولايته، وبالتالي اتخذ قرارا أنه لا سبيل إلى ذلك إلا بالقتال والتدمير والإبادة وإلى آخره، وبالتالي يعني سيان عنده إذا كان هناك حشد كبير في رفح، يعني وجود تجمع كبير جدا من الذين انتقلوا من الشمال إلى شمال القطاع إلى جنوبه. نعم. والآن عند معبر رفح، فبالتالي هو معني فقط بتحقيق غايته ويصر على إكمال هذا الدور بغض النظر، يعني الإدارة الأمريكية متخوفة من ذلك، وبالتالي هناك تباين بينه وبين بايدن، وهذا التباين بدأ واضحا. بايدن معني مقبل على الانتخابات، معني بأن لا يخسر الانتخابات القادمة، وبالتالي يريد أن يتخذ موقف يعني في ظاهره يبدو كأنه معارض شديد لنتنياهو، وهو كذلك ليس لأنه يعارض
خطط نتنياهو بل من أجل مصالحه الانتخابية. هذا ما يجري للأسف الشديد. وعالمنا العربي يتفرج بشكل خاص يعني التحالف المصري، دعني أقول التآلف المصري الإسرائيلي، وأعلنها يعني السيسي بوضوح أنه على تنسيق تام مع نتنياهو، قالها بوضوح وأعلنها على رؤوس الأشهاد، لم يحزن من ذلك. وبالتالي يغلق معبر رفح متى يقرر هو بالتنسيق مع نتنياهو، ويفتح المعبر بالتنسيق مع نتنياهو. هذا ما يجري أخي الكريم، هناك تآلف بينه وبين نتنياهو يسير على قدم وساق. نعم. طيب دكتور ماجد، يعني محكمة العدل الدولية تعلن أنه 52 دولة إضافة إلى 3 منظمات دولية ستدلي برأيها خلال جلسات استماع بشأن العواقب القانونية لممارسات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية. من بين هذه الدول ستكون تركيا، إضافة إلى جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، كذلك الاتحاد الأفريقي، سيدلون ببيانات شفهية. ما أهمية مثل هذه الإفادات وتعاضد الدول في التأثير على القرار الدولي بالنظر إلى جرائم الاحتلال بعد محكمة أو قرار محكمة العدل الدولية وتقديم جنوب أفريقيا شكوى ضد إسرائيل؟ هذه المداخلات والإجابات الشفوية من هذه الدول ستؤكد لمحكمة العدل الدولية أن حكومة اليمين الإسرائيلي التي تقوم بحرب إبادة جماعية في منطقة قطاع غزة تحولها من الشبهة إلى الحقيقة. تساعد قضاة محكمة العدل الدولية الذين أثبتوا باستثناء واحد أو اثنين، نعم، الأوغندية والصهيوني برك، نعم، باستثناء اثنين، فإن قضاة المحكمة أثبتوا نزاهة لم تكن متوقعة من كل مراقب وكل مراقب قانوني إطلاقا. وبهذا فإن هذه الإجابات، هذه المداخلات، هذا الدخول من جانب هذا العدد الكبير من دول مختلفة ومن منظمات إقليمية واسعة وازنة ستؤدي إلى قناعة راسخة لدى قضاة هذه المحكمة أن إسرائيل قامت وتقوم بحرب إبادة جماعية وليس شبهات. وهذا ما يعزز جانب محاكمة قادة العدو الإسرائيلي، فهذا سيؤثر إيجابيا لصالح الفلسطينيين في مسألة الهجوم المرتقب على رفح. نعم. وإن كنت شخصيا لا أتوقع أن يكون هناك هجوم بري ذا زخم كبير، إنما هو من جانب الضغط السياسي على أكثر من طرف، الولايات المتحدة والمقاومة الفلسطينية، من أجل تليين مواقفها اتجاه بعض المطالب. ولكن دكتور، هنا أيضا يعني المدة التي من الممكن أن يتم فيها الاستماع إلى جلسات الإفادات هذه ستبدأ من 19 إلى 26 من شهر شباط فبراير الجاري، بالتالي لا زال هناك وقت طويل إلى أن تبدأ هذه الجلسات وتبدأ الإفادات ثم يتم اتخاذ القرار. هذا الوقت طويل ولا زالت المجازر مستمرة على قطاع غزة. صحيح، هذا كلام صحيح، لكن هل بيت لاهيا وبيت حانون ومدينة غزة ومخيم الشاطئ، نعم، وهذه المناطق قد وقف فيها إطلاق النار؟ لا. هل خان يونس لا سمح الله سقطت مدينة بيد العدوان؟ لا، ما تزال المقاومة مشتعلة ولم يحسم العدو الصهيوني المقاوم في أي مكان إطلاقا. فكيف برفح؟ لا يمكن أن يحسم الصراع عسكريا خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة، باعتراف مؤسسات أمنية وشخصيات عسكرية إسرائيلية وازنة، نعم، أنها نعم قد يحتاج إلى سنة من الزمان. بالتالي لا يمكن أن يحسم العدو الإسرائيلي المعركة البرية في أي منطقة من قطاع غزة لسببين. السبب الأول هو أن المقاومة الفلسطينية مقاومة مؤمنة تقاتل من مسافة صفر، نعم، والأمر الثاني والأهم
هو احتضان الشعب الفلسطيني بأكمله في قطاع غزة، على الرغم من كل المآسي التي نراها على مدار اللحظات، احتضانه للمقاومة ولعملياتها جهارا نهارا، وهم يعيشون حياة غير مسبوقة بالتعاسة والشقاء والألم. نعم دكتور، تفضلوا بالبقاء معنا ضيوفنا الكرام ومع مشاهدينا، نأخذ فاصل قصير نشاهد به هذه المادة ثم نعاود الحديث مع ضيوفنا الكرام في هذه الساعة من التغطية. نرحب بكم من جديد مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من التغطية المتواصلة من قناة الرافدين حول العدوان الصهيوني المستمر بعد 127 يوم من استهدافه لقطاع غزة. أستاذ باسل، اليوم كيف أو ما هي أهمية الاعتراف الأمريكي بارتكاب أخطاء في سياستهم تجاه الحرب الصهيونية على غزة؟ هذا الانقسام بين إدارة بايدن هل يمكن أن يكون إيجابيا حاليا تجاه غزة؟ نعم، المشكلة في هذه يعني المسارات، مثلاً مسألة الانقسام في إدارة بايدن وغيرها، أنها تنطلق ويتم توظيفها لاحقاً بشكل مباشر في أوضاع الداخلية الأمريكية وليس فيما يصب قضية فلسطينية، بمعنى أنها تتعلق بالانتخابات ودوافع الانتخابات وإضعاف الطرف على حساب الطرف وما إلى ذلك، ولكنها لا تنعكس بشكل يعني مباشر أو حتى غير مباشر أو بشكل واضح أو بشكل عملي يعني بصدق على الوضع في فلسطين. لذلك نحن يعني نشهد مثلا من تصريحات متضاربة، نشهد مسؤولين أمريكان سابقين أو حاليين ممن يعارضون مثلا المدري في فلسطين، يعارضون الدولة الإسرائيلية، يعارضون الدولة الأمريكية، يحاولون الدفع بتصريحات أو بالأمور باتجاهات أخرى، لكن هذه الانقسامات وهذه المعارضات بشكل أو بآخر لا تأخذ منحا عمليا في المشهد الفلسطيني بشكل يعني مؤثر، لأنها في النهاية يتم توظيفها وهي في الأصل ربما منطلقة أساسا في لتصفية حسابات داخلية تتعلق بمثلا انتخابات أمريكية أو تتعلق بترتيبات معينة تجري داخل الولايات المتحدة أو توجيه الرأي العام أو أشياء أخرى. ولذلك يبقى أثر هذه الانقسامات وهذه المعارضات وهذه التصريحات والتوجهات على يعني أهميتها أو أهمية ما تقدمه أحيانا محدودا من حيث الأثر على العملي على القضية للأسف. نعم. طيب دكتور ربحي، يعني اليوم مصادر صحفية تقول أن هناك العشرات من الموجودين في محيط مجمع ناصر الطبي الذي يتعرض إلى عملية يعني عدوان ومحاصرة من قبل قوات الاحتلال لمدة 20 يوم، بالتالي هناك 300 من كادر الصحية، 450 مريض، كذلك هناك 10,000 نازح داخل مجمع ناصر الطبي. لماذا يصر الاحتلال على استهداف المستشفيات والمجمعات الطبية رغم أنها لا تؤوي لا مقاتلين من حماس ولا حتى قياديين؟ ما الذي يهدف إليه الاحتلال من استمرار استهداف المستشفيات والمجمعات الطبية؟ أخي، الاحتلال لا يرعوي، لا يأبه
حرص على مدنيين أو غيرهم أو على مشافي أو الإبقاء على المستشفيات والأماكن الخدمات العامة للشعب. الاحتلال أمام مشروع إبادة قررها نتنياهو بصريح العبارة. نعم. وقال وأعلنها أكثر من مرة، وأعلنها جانت وأعلنها جلنت، كلهم قالوا أنهم، وجلنت قال يعني تذكرون، وبالتأكيد حينما قال أنه يعني يتمنى أن ينام الناس على وجود القطاع وأن يصحوا في الصباح على إبادة هذا القطاع وإغراقه في البحر المتوسط. نعم. فلا بصريح العبارة هم يوم لا يحرصون لا على مستشفيات أو مشافي أو أمور بشرية وإنسانية إلى على الإطلاق. تذكرون المجازر التي ارتكبها ويرتكبها عائلات الطفلة وعائلتها التي ردموا بيتها على رأسها ورأس عائلتها بالكامل في غزة على مرأة من العالم الذي يتفرج على ما يجري، وبشكل خاص عالمنا العربي المؤسف الذي لم يصدر حتى الآن أي موقف من أي من الدول ال 22 إلا موقف أو موقفان، يعني موقف أو موقفين، شيء يبعث على المرارة والأسى والعار أن نقف متفرجين وتقف دولنا متفرجة على ما يجري في جزء عن يعني يشكل الخاسرة والرئة للعالم العربي والجامعة العربية وأمينها العام ومصر، يعني الأخ الأكبر للشقيق الأكبر للمجموعة العربية في سبات عميق، وكأنهم معنيون بإبادة هذا الشعب المجاور لهم الذي يعتبر جزءا يعني على حدودهم وأمانة في أعناقهم. ساعة يغلق السيسي المعبر وساعة يفتحه بناء على تنسيق بينه وبين نتنياهو، ولا يأخذ أي اعتبار أمته وشعبه وصالح أمتي وشعبي في الاعتبار على الإطلاق، شيء يبعث على المرارة وعلى العار في تاريخ هذه الأمة في هذه الحقبة المرة. نعم. دكتور ماجد، أيضا ماذا عن محاولة ضرب وكالة الأونروا؟ يعني اليوم هناك استهداف للمؤسسات الصحية، المستشفيات، المجمعات الطبية في قطاع غزة، إضافة إلى ذلك وصلوا إلى لقمة الخبز وإلى المساعدات. ماذا عن محاولة ضرب وكالة الأونروا؟ إلى أي مدى ترى أن الدول المعلقة للدعم تقترب من لحظة المحاسبة أخلاقيا لتعليق الدعم، ولا سيما ما يجري مع بايدن في تراجع حظوظه الانتخابية في عدة ولايات داخل أمريكا؟ الدول التي علقت مساعداتها سوف تعيد هذه المساعدات قريبا جدا. هذا من جهة، لأن السيد الأمريكي هو الذي يطلب من هذه الدول أن تعيد ذلك، لأن لا يوجد من وكالة دولية أو منظمة دولية يمكن حتى هذه اللحظة أن تقوم مقام وكالة الغوث الدولية الأوروبية لمساعدة الفلسطينيين. هذا من جهة. من جهة ثانية، إسرائيل تحلم وتتمنى أن تزول الأمم المتحدة، أن تزول وكالة الغوث الدولية الأونروا من الوجود، لأننا قلنا سابقا عبر هذه القناة الموقرة المحترمة أن وكالة الغوث تذكر المجتمع الدولي والدول الفاعلة في العالم أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي عنصر رئيس من عناصر القضية الفلسطينية، ويجب أن يحل هذا العنصر بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم في فلسطين المحتلة عام 48 والتعويض عليهم وفقا للقرار 194 من الأمم المتحدة عام 1949. هذه قضية مهمة جدا. الأمر الآخر أن الصمود الذي تغذيه وكالة الغوث برفض اللاجئين الفلسطينيين في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة يساعد الناس على الصمود، وبالتالي هذا يؤدي إلى مساعدة المقاومة على البقاء والصمود، عملية مترابطة جدا. ولهذا لا يمكن أولا إلغاء كل دور وكالة الغوث الدولية، هو هذا تمويل إضافي. نعم.
وسيصار إلى إعادة هذا الدعم، لأن التحقيق الأولي مع 8 من العناصر الاثنى عشر الذين اتهموا باتهامات باطلة لم يسفر عن أي مشاركة حقيقية لأولئك العاملين المتهمين في طوفان الأقصى إطلاقا، وهو الآن هذا الأمر هو موجود على طاولة اتخاذ القرار في الدول الغربية. نعم، في ذات الإطار أستاذ باسل، بايدن يؤكد أن زيادة المساعدات الإنسانية لغزة هي على رأس أولوياته، إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه النقطة مرحلة فائقة أو فارقة مع محاولات ضرب وكالة الأونروا؟ يعني هي الآن السؤال حقيقة أنه المساعدات سواء زادت أو قلت، لكنها في كل الأحوال لا تصل إلى أهل غزة، أو تصل بنسب محدودة جدا. الشاحنات والسفن و حملات الإغاثة تتراكم على الحدود وفي الدول المجاورة ولا تدخل إلى أهل غزة. لذلك المشكلة ليست مشكلة فقط نسبة المساعدات، وهل المساعدات تزيد أو تقل على أولوية من. المشكلة آلية إدخال هذه المساعدات ووصولها إلى المحتاجين وإلى أهالي غزة بالطريقة وبالشكل الذي تشكل فيه حالة من الإنعاش للوضع الإنساني في غزة، وهذا لا يحصل سواء زادت المساعدات أو قلت. هي في كل أحوال الاحتلال الإسرائيلي والدول المجاورة والولايات المتحدة أيضا مساهمة، والمجتمع الدولي في منع وصول هذه المساعدات سواء يعني بمختلف أشكالها إلى المحتاجين في غزة. وبالتالي المشكلة ليست مشكلة أولويات وليست مشكلة نسبة زيادة أو تخليل، المشكلة مشكلة آلية. هل ستضغط الولايات المتحدة أو ستتخذ قرارا وتستخدم قوتها وموقعها في العالم لاتخاذ قرار ل إقرار آلية لإيصال المساعدات لأهالي غزة، أم سيبقى الوضع على ما هو عليه الآن؟ هذه المعضلة الحقيقية التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة. نعم، أيضا دكتور ربحي، يعني لماذا تصر حكومة نتنياهو على العودة إلى التفاوض على أساس مقترح اجتماعات باريس في وقت تؤكد أنها لن تنهي الحرب بعد انتهاء هذه الصفقة؟ بالتالي ما الذي يغري حماس للدخول في اجتماعات باريس وهي ستصل إلى مرحلة عدم إنهاء الحرب مع الكيان؟ أخي كما قلت، نتنياهو معني بشيء واحد بمستقبله، بتمديد ولايته ووصايته، هذا الأساس. وبالتالي هناك ضغوط داخلية من مواطنيه من اليهود يوميا يعني تتابعونها باتجاه تخليص الرهائن الموجودين لدى المقاومة، وبتمارس ضغط على نتنياهو لمحاولة النزول عن الشجرة وتلبية مطالبهم، لكنه لا يعني هو غير معني بهؤلاء بقدر ما هو معني كما قلت فقط بمستقبله السياسي وتمديد وصايته إلى أقصى قدر ممكن. هذا الذي يجري داخل يعني الكيان المسخ، مصالح خاصة لولاية متن هي التي تقرر والآخرين يتفرجون، وبالتالي الخلافات مستعرة بينهم كما قلنا في بداية هذه الحلقة. نعم، مستعرة بينه وبين الثلاثة الكبار في 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 نتنياهو وغانتس وجلم هم الذين يقررون، وبالتالي الخلافات مستعرة بين الثلاث. هل يمكن دكتور ربحي أن تنهي هذه الخلافات المستمرة بين نتنياهو وأركان حكومته، إضافة إلى المؤسسة العسكرية، أن تنهي الحرب ويتخذ قرار مفاجئ لإنهاء أو وقف إطلاق النار؟ وقف إطلاق النار هو هدنة مؤقتة سلبية، يعني لا يريد أن يستعر الخلاف بينه وبين بايدن، وبالتالي محاولة لتخفيف من حدة الفروقات القائمة بينهما حاليا. وتعلمون أن هناك حوار بينهم، يعني حوار أشبه الأمر أشبه ب خصومة بدأت تظهر على السطح وعلى السطح بين الاثنين، بين بايدن ونتنياهو. بايدن يشعر أن ما يقوم به نتنياهو في عدم اهتمامه بالأسرى
والرهائن الأمريكيين إلى آخره، بينما بايدن معني برهائنه لدى المقاومة. وبالتالي هذا الخلاف المستعر بين بايدن ونتنياهو يتصاعد بحدة، والمستفيد في هذا الأمر الخصمان أو الشركان الخصمان الشركان الخصمان جالنت و جانت بينهما وبين نتنياهو. نعم دكتور ماجد، بعد هذا المشهد المأساوي الذي نشهده في قطاع غزة، إلى أي مدى يعول اليوم على تحرك دولي وعربي يدعم المؤسسات الأممية والدولية للتخفيف من تداعيات الحرب على المدنيين في غزة وسط مظاهر الجوع التي بدأت تفتك بالمدنيين، وحتى هناك مشاهد مأساوية بإطعام الأطفال تمر مع قطعة قماش حتى يمتصون الحلا فقط لأنه لم يعد هناك أي نوع من الطعام في غزة؟ العربي يشتد أزمة تنفرج، يبقى الأمل معلق والأمل يبقى قريبا. نعم. في جملة من الأسباب من العوامل التالية سيؤدي ذلك إلى حلحلة الموقف العسكري والسياسي في ضوء هذه الحرب. أولا وصول الإدارة الأمريكية إلى قناعة أن حكومة الحرب الإسرائيلية اليمينية يجب تفكيكها بأي طريقة من الطرق، ولهذا وجدنا اجتماع بلينكن مع لابيد ومع أيزنكوت ومع جانتس. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تعمل في رأيي الشخصي على مدار اللحظة من أجل إزاحة سموتريتش وبن غفير وتوفير مظلة سياسية لرئيس الحكومة الحالي. اثنين، هناك 100,000، وهذا رقم جديد، 100,000 مستوطن إسرائيلي من في شمال فلسطين قد نزحوا عن حوالي 40 بلدة وقرية استيطانية في شمال فلسطين، وهؤلاء يشكلون مشكلة حقيقية الآن. الأمر الثالث هو أن عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ومناصريهم وهم بالآلاف قطعوا الطريق أول أمس، قطعوا الطريق على وزارة الدفاع، وهم الآن يعني وهم الآن قضية كبيرة وضاغطة. الأمر الآخر هو أن منظمات المجتمع الدولي ورؤساءها وأمناؤها بدءا من غوتيريش ونوابه واليونيسيف والفاو وكل هذه المنظمات هي الآن في ضوء نية العدو الإسرائيلي الاتجاه عسكريا نحو رفح، أظهروا للرأي العام العالمي وبشكل مكثف خطر ذلك. هذه عوامل في مجموعها ستشكل رافعة للعامل الإنساني في قطاع غزة. وثم أن الاجتماع الأخير بين ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية على الهواء مباشرة فيه يبشر خيرا فيما يتعلق بزيادة المساعدات، ومن ثم الإحراج الأمريكي والإقليمي لمصر فيما يتعلق بالمعبر سيؤدي إن شاء الله بمصر إلى أن تأخذ ذلك في الحسبان. طيب أستاذ باسل، يعني اليوم الدعم الذي ضعف لبايدن في ولاية ميشيغان إلى أي مدى يمكن أن يدفعه للتحرك أكثر؟ الحرب على غزة أضحت ربما أزمة لبايدن، ما السيناريوهات المقترحة أو المتوقعة لبايدن بعد المواقف المحرجة الذي أصبح يواجهها قبيل الانتخابات؟ نعم، يعني هو كما قلت قبل قليل الوضع الداخلي في الولايات المتحدة يؤثر بشكل أو يتفاعل بشكل يعني ليس بالهين مع الأحداث في فلسطين، لكنه لا ينكس عليها بشكل عملي. الآن إدارة بايدن يعني بدأت من فترة بالتصعيد باتجاه القضية الفلسطينية أكثر، بمعنى أنها تمارس تحالفا دبلوماسيا أوسع، تصرح بشكل أوضح بتوجهات معينة وتخالف أحيانا أو توافق أحيانا بتوجهات إسرائيلية. هناك يعني تطور أصبح جدا واضح حول الفجوة في أو الخلاف بين بايدن أو إدارة بايدن وبين نتنياهو وما إلى ذلك. لكن
في النهاية أيضا اللوبي الإسرائيلي والكتلة الإسرائيلية في الولايات المتحدة أيضا تلعب دورا ضاغطا في الانتخابات لصالح إسرائيل، وبالتالي يعني لا يتوقع أن تخرج إدارة بايدن كثيرا عن مساق الضغوطات الدبلوماسية والتصريحات الإعلامية، بمعنى أنها لا يتوقع أن تذهب باتجاه اتخاذ خطوات عملية رادعة بشكل حاسم ضد نتنياهو، لكن بالتأكيد ستحرص إدارة بايدن قدر الإمكان على التصعيد دبلوماسيا وإعلاميا بما يصنع بينها وبين التحركات الإسرائيلية نوع من مساحة الآمنة بالنسبة لإدارة بايدن، بحيث يتحلل أمام الجمهور الأمريكي من جرائم الاحتلال. نعم أستاذ باسل. نعم. قدر الإمكان. اسمح لنا مع ضيوفنا الكرام أن نأخذ فاصل آخر ثم نعاود الحديث مع ضيوفنا ومعكم مشاهدينا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة من قناة رافدين. في سؤال أخير نطرحه على الأستاذ باسل، كيف تقرؤون التوجه الأمريكي لفرض عقوبات على جنود ومستوطنين صهاينة؟ إلى أي مدى يعد ذلك مؤشرا لصفقة ما توازيا مع استعدادهم المباشر بالاعتراف بدولة فلسطينية؟ هذه الخطوة غالبا يعني هي لحد الآن تعتبر هي أقصى أو أعلى سقف وصلته الضغوطات الأمريكية بشكل أو بآخر على الكيان الإسرائيلي، من حيث أنها تعبر عن فعل عملي فيما لو مضت الولايات المتحدة فعلا باتخاذ هكذا قرار. لكن المهم جدا أن نفهم في هذا السياق أن هذه الخطوة هي لا تعطل آلة الحرب الإسرائيلية، ولكنها تساهم بشكل كبير بإيضاح الموقف الأمريكي الذي يقدم مقاربة مختلفة إلى حد ما عن الموقف الإسرائيلي من حيث الوحشية والدمار التي يسعى الإسرائيليون إلى إحداثها، ومن ناحية أخرى يفتح المجال بشكل قانوني لجهات أخرى غير الولايات المتحدة لتمارس دورا مقاربا، يعني بمعنى أن تتخذ إجراءات قانونية من نوع ما ضد ممارسات الاحتلال. لكن نعيد وكرر، تبقى هذه الجهود الأممية والدولية سواء التي تأتي من طرف الولايات المتحدة اليوم أو التي تأتي من طرف أخرى وحتى الإقليمية قاصرة عن إحداث أثر فعلي عملي حاسم ضد ممارسات الاحتلال، ويجب أن تتصاعد الجهود خصوصا الإقليمية إلى حد أن تصبح ذات فعل أو أثر عملي ينعكس على واقع المعركة على الأرض وليس مجرد على واقع الإجراءات الدبلوماسية والشعارات الإعلامية ويعني الضجيج المصاحب للكارثة التي تجري اليوم في فلسطين. نشكركم الشكر الجزيل ضيوفنا الكرام من اسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات الأستاذ باسل حفار، شكرا لكم على وجودكم معنا في هذه الساعة. كذلك نشكر ضيفنا المستشار السابق في الأمم المتحدة الدكتور ماجد الزبيدي، شكرا لكم دكتور ماجد. ومن عمان رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج الدكتور ربحي حلوم، شكرا لكم على وجودكم معنا. ونشكركم مشاهدينا على المتابعة، نلتقي إن شاء الله، إلى اللقاء.